قصة إنسانية مؤثرة جدا. طبعا المغاربة كلهم متفاعلين. قصة ريان أصبحت قصة عالمية بامتياز. المأمول الآن هو نهاية سعيدة لهذه القصة. صمود هذا الطفل 4 أيام هي معجزة. هذه الملحمة في عملية الإنقاذ بكل ما وفرته السلطات رغم كل الانتقادات كان مثيرا غياب استخدام التكنولوجيا الحديثة كالدرون كروبوتات. طبعا الحكومة المغربية تواجه ضغطا كبيرا. المغاربة الآن متلهفون لمعرفة نهاية القصة، ولكن مرة أخرى نحن كصحفيين مهنيين نواجه تسونامي من الأخبار الكاذبة وتحول المواطنين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى صحفيين، وهذا أيضا امتحان آخر للصحافة المهنية. المواطن المغربي عليه أن لا يكون صحافي، هذه أول رسالة. عليه أن يظل مواطنا مغربيا فقط، يتابع يأخذ المعلومة والخبر من مصادره، لأن الصحافة مهنة لها قواعد. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي دمرت الصحافة ووجهت لها ضربة قاضية، فتحول المواطن إلى صحافي تحت ما يسمى كذبا بالصحافة المواطنة، وهذا طبعا مفهوم ولد في مختبرات مواقع التواصل الاجتماعي، لأن صناعة الرأي العام وما يسمى اليوم بالترند أو الأكثر تداولا أو البوز هي يعني خوارزميات تتحكم فيها مواقع التواصل الاجتماعي. المواطن عليه أن ينتظر نهاية سعيدة لهذه القصة، عليه أن يواصل الدعوة مع الطفل ريان الطفل المعجزة، ونتمنى جميعا نهاية سعيدة لهذه القصة الإنسانية الفريدة من نوعها في تاريخ الحوادث في المغرب.